هو راح على البغل، راح لعائشة، عائشة ما كان بيتها هناك، يدخل المسجد أعطاني إياه رسول الله، بيت أعطاني إياه إلي والمفتاح معاها، ولكن ساكنة في بيت جديد باعته لمعاوية 180 ألفا، بيت مفصل عايشة بعائشة. ذهب إليها مروة قال لها راح يجيبوا الجنازة إلى المسجد ويدفنوها عند جده، وحينئذ ما يبقى فضل لأبيك الحسن، يعني غطي على أبو بكر فألحقي، يلا أدرك ادعيه، وأنت المتولية والمفتاح معك. منين متولية؟ هي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له كيف أروح كيف أذهب؟ قال هذا بغلي. فركبت البغل وجاءت، جاءت من بعيد، يقول شق الطريق الناس. أما في البقيع فيقول الرواة السنة أنك إذا أنت رميت إبرة تنزل على إنسان، ما في مكان، ازدحام، مدينة مملوءة. شق الطريق ومن برا تصيح أخرجوا ابنكم من بيتي. متى كان بيتك وابنكم من؟ وانت جاي، انت غريبة وجئتي، هذا النبي جدة وبنته وريثته الوحيدة، أخرجوا. طيب دخلت داخل المسجد، قالوا جئنا الإمام الحسين، قال هم خلهم جددوا بي العهد بجدي، إذا شفت راح تصير فتنة سفك دماء لا انقلوني عند أبي فاطمة بنت أسد والبقية. فروايتهم تقول أن عائشة انبطحت على الأرض وأخرجت شعرها بيدها، وين؟ وتقول والله لا تدفنوه هنا حتى تجز هذه الناصية. هذا كلام، هذا أسلوب،